معناها جعفر خلق زينها من السيق. مين؟ السيق ولاية معسكر. ايه السيق. السيق مختصين في المخللات والمصبرات تاع الزيتون. الله يبارك. اذا انتم عندكم الزيتون بجميع انواعه تقريبا، نقولوا بانواع كبيره. كاين الاسود. ايوه. وكاين كما نقولوا المخلل، نقولوا عليه مخلل. هذه اللي تشوف فيها مخلله. ها. نقولوا احنا فيها عده انواع تاع الزيتون. ايه. زيتون وحوايج اخرى معاه. قدم لهنا تشوف. هذه مخلله وفيها خضروات. تاخذ روان الله يبارك. وهذه ثاني نقولوا حنايا هذا الزيتون كاسي، كيما نقولوا حنايا بالحار، نخمم دايرين الخلطه بالفلفل الحار. وهذا الزيتون هذا الزيتون الاخضر اللي طيبوا به المائده. الله يبارك. ايه؟ كيما هنا هذا الزيتون، هذا زيتون نقولوا حنايا هذا يقولوا المملح. الزيتون لا مش مملح، هذا مسوس. هذا المسوس. مسوس هذا ياكلوه سبيسيالمون الناس اللي عندهم ناطاسيون ياكلوه عادي. الله يبارك. وهذا نقولوا حنا الطريقه تاعو طبيعي. ايه. مش كيما الزيتون الاخر. ايه هذا كيفاش يديروا له؟ يحطوه في ساشيه ويحطوه على الذكر وخلاص ولا خاطي هكا؟ هذا كيما هذه الاعمال التقليديه. ايه. انما هو راه وقته ولا مش وقته؟ لوكا يبداو الناس يخدموه يبداو جني الزيتون ولا ما هو؟ هو شوف هو يتخدم في كل وقت. وانما اللي يعرفه كاين عنده عدة طرق. وهذا هنا وهذا كاسي ثاني بالحبة الكبيرة هذيك ومقطعينها وبلا حار. لا بالحار ومخلط بالفلفل الحار. وهنا هذا يهبل هذا الزيتون الموف. هذا الزيتون الموف يقولوا له هذا انت هذه الكلمة الفرنسية. هذه الفرنسية يقولوا الزيتون الموف. نقولوا احنا زيتون برتقالي. زيتون برتقالي نقولوا احنا هذا. ومنين نجيبوه ذا الزيتون؟ هذا نجيبوه من السيق. ثاني من السيق هذا تخدم مع يتكلم مع السلام. هذا بني الله يبارك. هذا تخدم مع السلام. هذا اللي يستهلك مع السلام. وهذا زيتون الفيولي. الفيولي هذا بنفسجي. وهذا واش ني؟ قلنا هذا يسموه الكورنيشو. الكورنيشو هذا جيبوا فيه من اسبانيا. ايه ما عندناش انتاج هنا. لا ما عندوش انتاج هنا. هذا من فصيل الخيار تاع خيار. خيار صغير. صحيح خيار صغير. الله يبارك. وهذا يقولوا البصيله. هذه البصيله من فصيله البصله. صحيح. ثاني هي بصله وهي صغيره بس عندها ذوق رائع. وهذا ما يطيبوش يجوا في السلايط. يجوا في السلاطه. الله يبارك. وزيد كاين بعض السيدات بالنسبه لهذا كورنيشو يروحوه في الروبو ويخلطوه مع خضروات واحد اخرين. ايه يديروا شغل مايونيز وملح. هذا مملح. ايه بصح يتمصمصوا بالمال الصابط اللي يتنحلوا له. وزيد المنتوجات الاخرى اللي ممكن راك تبيع لنا ويلقاوها. المنتوجات كاين هذا الشامبينيون كبير. الشامبينيون فطريات. فطريات نتاع باريس. ايه هذا جاي الفطريات من باريس. زيد اقرا لهنا تشوف فطريات. خلينا ما نديروش صحيح ما نديروش بيبليسيتي لهذوك. نحوس على الحوايج اللي يشروهم عند الحوايج اللي يخدموهم في الدار. ما كيما هذا الفلافل هذا مخدوم في الدار. هذا فلفل اخضر حار. حطوا له البنات مع الاخرين. فلفل اخضر حار ومطحون مع الزيتون الاخضر. ايه يسمى زيتون وفلفل. زيتون وفلفل. وهذاك الاحمر. وهذاك الاحمر هذاك فلفل احمر بالهريسه. شغل الهريسه خدمه. ايه الهريسه هو فلفل وحده برك ولا معاه كاش حاجه؟ فلفل وحده مخدوم بالتوابل وبالثوم. وهذا الفلفل المرقد. هذا الفلفل المرقد العربي. الله يبارك. ايه وش رايك العام هذا عام كورونا وعام راه هذا مطلوب ولا مش مطلوب؟ بالعكس في الفتره نتاع الحجر. ايه كانت الناس تستهلك الفلافل والزيتون هذا الحار وكذا كذا. الفلفل هو معمر بفيتامين سي يقول. صحيح. ايه. لانه علاه قال لك لانه الماده تاع الفلفل. ايه. كان روحنا ماده يعني تعاون في روحنا في الحمايه تاع الجسم. الحمايه تاع الجسم. وهذا ثاني هو نفس كما الله هذه قرعة. وش رايك انت هنا تاع المسيله يستهلكوا بزاف الحار ولا؟ الساكو الحار
ساكوا ساكوا الحار في الحار بزاف ياكلوا طبيعة الحال الحضنة وبسعادة والجهة هذه من الجهة اللي تروحوا الصحراء ليه يستهلكوا الحار بزاف بزاف. هذه هي الحار الحضنة كل يستهلكوا الحار الشخشوخة والمهرس سلطة كما نقول احنا بتاع بسعادة الصفيتي ايه وما شبه ذلك من قال الاخر الفلافل ولا والمحرحرات بارك الله فيك.